يقول السائل: اشتريت شبكة من ذهب بمبلغ 5000 جنيه، فدفعت للتاجر 4000، وقلت له يبقى لك 1000 بعد أسبوع، هل هذا يجوز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز بيع الذهب بدراهم مؤجلة، لا بد من التقابض في المجلس، تستلم الذهب وتسلم قيمته من الدراهم، ولا تغادر المجلس وباق عليك شيء من القيمة، يكون ربا، هذا ربا نسيئة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، ما يجوز التفرق وبينكما بقية من القيمة.